استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير يوم أمس معالي السيد لويد أوستن وزير الدفاع بالولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة زيارته للمملكة، حيث نقل إلى جلالته شكر وتقدير فخامة الرئيس الأمريكي جو بايدن على دور البحرين المهم في جهود الإغاثة وعمليات الإجلاء للمواطنين الأمريكيين والمدنيين الأفغان، واعتزاز فخامته وتقديره لعلاقات الصداقة والتعاون الوثيقة بين البلدين. وقد رحب حضرة صاحب الجلالة بوزير الدفاع الأمريكي وكلفه بنقل تحيات جلالته إلى فخامة الرئيس الأمريكي، واستعرض معه الروابط التاريخية العريقة ومسار التعاون الاستراتيجي الوثيق بين البلدين الصديقين، وأكد جلالته اعتزازه بالعلاقات البحرينية الأمريكية والمبنية على الثقة والاحترام المتبادل والحرص المشترك على تطوير التعاون الثنائي والتنسيق المستمر بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، مؤكدا حفظه الله تقدير مملكة البحرين بما يجمعها بالولايات المتحدة الأمريكية من علاقات تاريخية تمتد لأكثر من 120 عاما من التعاون المشترك كشركاء وحلفاء، مؤكدا جلالته حرص مملكة البحرين على مواصلة الإغاثة الإنسانية لأفغانستان وشعبها. وأشاد جلالته بدور الجالية الأمريكية في مملكة البحرين ومساهمتها المقدرة في أوجه التنمية والبناء، منوها بالدور الهام والفاعل الذي تطلع به الإدارة الأمريكية بالتعاون مع الدول الحليفة والصديقة في ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة والحفاظ على السلم العالمي. كما تم بحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وأعرب وزير الدفاع الأمريكي عن شكره وتقديره لجلالة الملك لما لقيه والوفد المرافق له من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدا بالتعاون المشترك بين البلدين والحرص على تعزيزه والعمل معا في العديد من المشاركات لدعم الأمن في المنطقة، مثمنا استضافة مملكة البحرين للأسطول الخامس والذي يأتي في إطار تعاون البلدين في المجالات العسكرية، مما يعكس عمق علاقات الصداقة التاريخية والشراكة المتميزة بين البلدين الصديقين.